وجوه معلقة وتفاصيل أخرى لها أسرارها ودهشتها على حائط المكان، ربما وحدة خريجة من تخلق الأشياء وتبعث فيها الحياة من جديد. هنا في الجوف اختارت لمياء مساحة لعرض رسومها ولوحاتها التشكيلية، المتنفس الوحيد الذي وجدت فيه ذاتها قادرة على تجاوز اغتراب المدن وخسارات النزوح أيضا. أنا مواليد صنعاء، يعني أرسم لي من عمري 5 سنوات كذا، والحمد لله في تشجيع من الأهل. صح أن تغيرت الأجواء علينا، تغير المكان، تغير الجو، الأصحاب، الأهل كذا، يعني الرسم قد المكان الوحيد اللي تشوف نفسك فيه. تحاول لمياء من خلال لوحاتها الفنية الهروب من تأثيرات الحرب، وبألوان مختلفة تجسد ريشتها ملامح الزمن وشيخوخة الحاضر بتناقضاته، سيما وهي النازحة التي فرت مع أسرتها إبان سقوط صنعاء بيد الانقلاب لتستقر بها رحلة النزوح هنا في الجوف، حيث وجدت المساحة الممكنة والفضاء المفتوح لعرض اشتغالاتها الإبداعية، ليس لأنها الفنانة التشكيلية الصاعدة، إنما حاجة المجتمع ورغبته في الانتقال والتحرر من قيود الماضي ودهشته مؤخرا بالفن والريشة. فيها أنا تشجيع أكثر من لما كنت، يعني ما كان في شحد، ما قاعد عملت عمري يعني معرض، أول مرة أعمل معرض، مع أني لي مسيرة كبيرة، لي فترة طويلة وأنا أرسم، بس ما فيش أي تشجيع خارج العائلة، إذا من العائلة موجود. إنه زمن اللون والريشة، زمن التحولات المغمورة، ليس على مستوى الفكرة والإيمان بها، إنما حالة الوعي الجمعي الذي يتشكل يوما بعد آخر، وتخلي مجتمع القبيلة الأكثر عقدا عن سلبيات الماضي التي كانت فيها المرأة بالنسبة له عيبا أسود ومنقوصة الحقوق. نلاحظ اليوم أن المرأة الجوفية أصبحت مبدعة بارزة، يعني أثبتت ذاتها بذاتها في المجتمع لكونها تعيش كانت واقع مهمش مقصى، بس حاليا المرأة متطورة نلاحظها واقع ملموس. هكذا تؤكد المرأة في الجوف قدرتها على تجاوز قيود العادات والتقاليد التي قللت من مكانتها لعقود طويلة، وبفعل التحولات لغير صار للمرأة الجوفية حقها في أن تكون الطبيبة والفنانة التشكيلية والشاعرة أيضا، وفي صدارة المحافل الإبداعية المحلية. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.